ما أريد أعمله في هذا الفيديو هو التفريق بين فكرة محبة النواة، محبة النواة نيوكليو فيليسيتي، نيوكليو فيليسيتي، وفكرة القاعدية بيسيسيتي. الفرق عند مستوى معين هو دقيق جدا، لكن في الواقع هو فرق كبير جدا، وسأبين لكم لماذا هو نوع ما مربك. في أول مرة تتعلمون فيه هذا عندما درسنا تفاعل SN2، كان لدينا محب النواة والذي لديه إلكترون إضافي هنا ولديه شحنة سالبة، وربما لدينا مثل كربون، سأرسم هذا، وربما أيضا لدينا هيدروجين باتجاه الخارج، لدينا هيدروجين خلفه ولدينا هيدروجين في أعلى القمة، ومن ثم لدينا مجموعة مغادرة هنا في تفاعل SN2. إن محب النواة يعطي هذا الإلكترون للكربون. الكربون لديه شحنة موجبة جزئية، سأرسم هذا، المجموعة المغادرة لديها شحنة سالبة جزئية لأنها تميل لأن تكون أكثر كهروسلبية. إذا هذا الإلكترون يعطى إلى ذلك الكربون، وحالما يحصل الكربون على هذا، في نفس الوقت المجموعة المغادرة الكهروسلبية هذه ستكون قادرة على أخذ هذا الإلكترون من الكربون بشكل كامل، ومن ثم بعد هذا سيبدو بهذا الشكل. لدينا كربون المثل، الهيدروجين في الخلف، الهيدروجين في الأمام، والكربون في الأعلى. المجموعة المغادرة قد غادرت، كان لديها هذا الإلكترون هنا، لكن الآن أخذت الإلكترون الأرجواني هذا، لذا الآن لديها شحنة سالبة، ومحب النواة أعطى هذا الإلكترون هنا، الآن أصبح مترابط مع الكربون. السبب الأساسي لقيامي بهذا هو أنه يتظاهر كأنه محب للنواة، هو يحب النواة لكنه يتخلى عن الإلكترون الإضافي، لكنه أيضا يعمل مثل قاعدة لويس، لويس بيس، لويس لويس بيس. هذا نوعا ما تجديد المعلومات. قاعدة لويس هي في الواقع الأكثر شمولية، أو أعتقد أنها تغطي معظم الأمثلة لما تعنيه القاعدة. قاعدة لويس تعني أنه متبرع بالإلكترون، إلكترون دونر، وهذا بالضبط ما يحدث هنا. محب النواة هنا يمنح الإلكترون للكربون، إذن هو يعمل مثل قاعدة لويس. إذن عندما نرى هذا لأول مرة سنتساءل لماذا عانى الكيميائيين حتى يحددوا شيء كمحب النواة؟ لما لم يسموه قلوي؟ لما هما مفهومين مختلفين، محب النواة نيوكليوفيليسيتي والقاعدة بيسيسيتي؟ والفرق هو أن نيوكليوفيليسيتي هي مفهوم الحركية كايناتيك، والذي يعني كم هو جيد في التفاعل، كم هو جيد في التفاعل، كم هو سريع في التفاعل، ما هي الطاقة الإضافية القليلة التي يحتاجها ليتفاعل. إذا الشيء الذي لديه نيوكليوفيليسيتي جيدة يكون جيد في التفاعل، good at reaction reacting، وهذا لا يخبرنا عن مدى الاستقرار من عدمه، لا يخبرنا عن المتفاعلات قبل وبعد وجوده، فقط يدلنا على أنه جيد في التفاعل. القاعدية هي مفهوم ديناميكي حراريا حرارية ثيرموديناميك، ديناميكي حراري ثيرموديناميك، وهي تدلنا على مدى استقرار المتفاعلات أو مدى استقرار المنتجات، تدلنا على الرغبة الشديدة لشيء ما لكي يتفاعل. how badly something would like to react، how badly something would like to react. على سبيل المثال شاهدنا حالة الفلور لنفكر في هذا، شاهدنا الحالة في الواقع، يجب القول أين الفلور، وهو يبدو هكذا، 7 إلكترونات تكافؤ للفلور، ومن ثم سرق إلكترون إضافي ونحصل على أيون الفلور. إذا أيون الفلور هو قاعدي إلى حد ما، هو قاعدي أكثر من أيون اليود، more basic than iodide، more basic
or basic than iodide. لكن في المحلول البروتوني سأكتبه هنا، لكنه يكون محب للنواة بشكل أقل في المحلول البروتوني. less nucleophilic in protic solution. solution. والمحلول البروتوني مرة أخرى لديه بروتونات حوله، والسبب لهذا هو أن أيون الفلور يريد أن يترابط مع الكربون أو شيء آخر بشدة، أو ربما حتى بروتون الهيدروجين يريد أن يترابط معه أكثر من أيون اليود. إذا قام بهذا ستكون في الواقع رابطة قوية أكثر من التي يشكلها أيون اليود، لأن أيون الفلور عمليا هو أقل استقرارا في هذه الحالة أكثر من أيون اليود. إذا كان قادرا على الحصول على بروتون أو يعطي إلكترونه سيكون أسعد، لكنه أقل محبة للنواة ويكون أقل جودة في التفاعل في المحلول البروتوني. والسبب لهذا لكونه أقل شغفا بالنواة هو لأن هناك أشياء أخرى تمنعه من التفاعل. شاهدنا في الفيديو السابق عن جودة محب النواة في حالة أيون الفلور، هو لأنه ذرة صغيرة جدا، في الواقع هو أيون صغير جدا وهو دقيق جدا، حيث سحابة الإلكترونات ضيقة جدا، وهذا ما يسمح للهيدروجين من الماء بأن يشكل غلافا محكم حوله. كل هذه لديها شحنات موجبة جزئية، إذن هي منجذبة للأيونات السالبة وتشكل غلاف محكم جدا بحيث تحمي أيونات الفلور، وهذا ما يجعل أيون الفلور من الصعب أن يتفاعل في المحلول البروتوني. إذا لا يتفاعل بشكل جيد، does not react as well. إذا كان قادرا على التفاعل فإنه سيشكل رابطة أقوى من أيونات اليود. إذا هذا الفرق الأكبر. من هنا نرى الفرق في الاتجاهات في القاعدية، لا يهم ما هو المذيب الفعلي لدينا، وهي تتعلق بالثيرموديناميك للجزيء أو الذرة أو الأيون. إذا نظرنا إلى القاعدية فقط basicity، القلوي الأقوى هنا سأكتب الهيدروكسيد، هنا هو في العادة شيء مثل هيدروكسيد الصوديوم أو هيدروكسيد البوتاسيوم، لكن عند تذويبه في شيء مثل الماء الصوديوم والهيدروكسيد ينفصل عن بعضهم ويتكون الهيدروكسيد وهو القاعدة، وهو الشيء الذي يريد منح الإلكترونات. إذن الهيدروكسيد هو قلوي أقوى من أيون الفلور، وهو قلوي أكثر من أيون الكلور، وأيون الكلور قلوي أكثر من أيون البروم، وأيون البروم قلوي أكثر من أيون اليود. الآن إذا نظرنا إلى النيوكليوفيليسيتي حتى نرى الفرق، شاهدنا نوعية المذيب في الواقع تعنينا، لأن المذيب سيؤثر على جودة الشيء الذي يتفاعل. إذا في النيوكليوفيليسيتي هناك فرق بين المذيب البروتوني والمذيب الغير بروتوني. في المذيب البروتوني الأشياء التي لديها نيوكليوفيليسيتي هي في الواقع كأيون اليود، لأنه لا تعيقه هذه الروابط الهيدروجينية كثيرا، لأنه لا يوجد حوله غلاف محكم، لديه سحابة جزيئية كبيرة، وبعض الناس يعتقدون أن لديه الليونة، لديه القدرة المستقطبة، حيث السحابة يمكن أن تسحب باتجاه الكربون وتقوم بما يجب فعله. إذا في هذه الحالة أيون اليود هو محب أفضل للنواة، لنقل أفضل من الهيدروكسيد، وهو محب للنواة أفضل من أيون الفلور. الآن في المذيب الغير بروتوني، حيث فجأة التفاعلات مع المذيب لن تكون بنفس الأهمية، عندها الأشياء تتغير. في هذه الحالة القاعدية basicity مهمة. إذا في المذيب الغير بروتوني القاعدية basicity القاعدية basicity ومحبة النواة nucleophilicity correlate مترابطة. سأضع نجمة هنا، correlate مترابطة، لأن هناك أيضا مظهر
مظهر آخر لمحبة النواة والذي لم أتحدث عنه بعد، لكن سنتحدث عن هذا خلال لحظات. في هذا النوع من الحالات الهيدروكسيد سيكون أفضل في التفاعل من أيون الفلور، وأيون الفلور سيكون أفضل في التفاعل من أيون اليود. والسبب لكون الهيدروكسيد في كلا الحالتين جيد في كلا الحالتين جيد، يعني حتى عندما يستطيع التفاعل مع المذيب هو ما يزال محب جيد للنواة، لأنه إذا فكرنا في الهيدروكسيد ويجب التفكير في هذا كثيرا، حيث لديه إلكترون إضافي يجب التفكير في هذا كثيرا. إذا فكرنا في هذا يمكن أن تتخيلوا أن الماء هو من أخذ الإلكترون، سأرسمه هكذا، يمكن أن تتخيلوا أن الماء غادر أو حيث الإلكترون أخذ من البروتون. في العادة سيكون لديه زوجين، والآن لديه زوج ثالث هنا. هذا الأكسجين لديه 1 2 3 4 5 6 7 إلكترونات تكافؤ، واحد إضافي عند الأكسجين المحايد، إذا لديه شحنة سالبة، لديه أصلا إلكترون إضافي والذي يعطيه شحنة سالبة، لكن الأكسجين أيضا هو أكثر كهروسلبي من الهيدروجين. إذا هو أيضا قادر على جعل هذا الإلكترون منجذب نوعا ما، وهو قلوي جدا. وهو قلوي جدا. إذا حتى عندما يكون متداخل قليلا بواسطة البيئة البروتونية مثل الماء، ما يزال الهيدروكسيد محب أفضل للنواة أكثر من أيون الفلور. إذا استثنينا المذيب من الصورة، هو قلوي قوي. هو أيضا سيكون محب للنواة جود نيوكليوفايل بشكل جيد جدا. الآن المظهر الأخير لمحبة النواة نيوكليوفيليسيتي، تذكروا محبة النواة هي كم الجودة للتفاعل. الآن لنفرض أن لدينا شيء هنا، لدينا جزيئين من الهيدروكسيد، حسنا جزيئين من الهيدروكسيد، لنفرض أن هذا الهيدروكسيد بشكل مستقيم للأعلى، لنفرض أن هذا الهيدروكسيد بشكل مستقيم للأعلى، ونقول أن هذا هنا لديه كل الأنواع من الأشكال الخارجة منه، لنقول أن لديه سلسلة كبيرة من الأشياء، لا أعلم أي واحد. الآن إذا نظرنا إلى هذين الجزيئين، إذا حاولنا أن نخمن أي منهما هو الأفضل كمحب للنواة، يجب أن نتذكر أن النيوكليوفيليسيتي هي مدى جودة شيء ما في التفاعل، مدى جودة وصول شيء هناك وجعل التفاعل يحدث. هذا الشيء لديه جزيء كبير حوله قد يجعله من الصعب أن يتفاعل. إذا عدنا إلى هذه الظروف أعلى هنا، قد يجعل وصوله إلى هنا صعب للغاية. تحدثنا عن العائق الفراغي بالنسبة للكربون، لكن لم نتحدث عنه بالنسبة لمحبة النواة نيوكليوفايل اللي محب النواة. في محب النواة هذا قد يكون من الصعب لهذا الإلكترون الإضافي هنا ليصل عمليا إلى نواة الهدف، سيتم إعاقته، بينما في هذه الحالة سيكون أسهل جدا بالرغم أن المجموعة التي تتفاعل وهي هذا الأكسجين هنا، شحنة لديه شحن سالب، هذا الإلكترون الإضافي في كلا الجزيئين هو نفسه، لكن هذا الجزيء هنا هو جزيء أصغر بكثير، سيتم إعاقته بشكل أقل. إذا هذا سيكون محب للنواة أكثر، بيتر نيوكليوفايل. ولهذا لم أرد أن أدلي بتصريح قوي حول المحلول الغير بروتوني والقاعدية ومحبة النواة، هي مترابطة بشكل كامل، لأن محبة النواة ما تزال لديها عنصر آخر مؤثر، وهو كيفية الإعاقة لديها، هل هي البيئة أو القسم من الجزيء الذي يمنعه من التفاعل، بالرغم أنه قد يكون قلوي قوي جدا. إذا كان في الواقع يشكل رابطة ستكون قوية جدا. والشيء المهم لتذكره هو أنهما مفهومين مختلفين أساسا، ولهذا هناك مصطلحين مختلفين لهما. نيوكليوفيليسيتي هي مدى جودة شيء ما في التفاعل، وليس لها علاقة بمدى جودة الرابطة الناتجة. القاعدية بسيستي هي جودة الرابطة ومدى الرغبة الشديدة للتفاعل، لكن لا تدلنا على مدى الجودة في التفاعل نفسه.